كنتي عم تعملي انت وياه على سكايب وليه؟ هلا فهميني لقيتي؟ لا هو اللي لقاني وبعت لك معي رساله. عن جد؟ شو؟ هلا بدك تفهميني شو كنتوا عم تعملوا على السكايب. رساله شو بعت لك؟ شو؟ رساله ابتزاز. قال لك عنده صور عاريه هيك عم يحكي. صحيح الحكي ولا لا؟ هو حاكاكي؟ وينه؟ ليش مو مبين؟ طيب عرف شو صاير فيني؟ لينا انت وين وانا وين؟ انا هلا بدي مخك مشان نعرف نلاقي حل. ليش؟ شو صاير؟ شو في؟ تشغلي مخك معي، لازم تعرفي تفكري. يعني هو صاير له شيء؟ لينا عم اقول لك افهمي علي، انت هلا بخطر، مو همك هالشيء؟ خطر؟ خطر شو؟ لك ماسك عليكي صور، انت بعتي له اياهم على النت. شو؟ لك صحصحي لينا. بس انا يعني ما. وهلا عم يهددك فيهم. عم يهد؟ ليش ليهدد؟ شو بو يعني هو صاير له شيء؟ منيح هو بخير؟ لينا نورس موقعك بمصيبه ولسه عم تسالي اذا هو منيح؟ شبكي؟ لو انا ما بحبك بسكر بخلقته وما بتدخل بهذا الموضوع. اسمعي هلا هو عم يهددك بهدول الصور، نورس ولا مو نورس ما بيهمني انا، المهم هو بده مصاري وبده يبتزك، مو فارقه معك؟ ما بيعملها نورس، ما بيعملها. انت مع مين حاكي على السكايب ولمين بعتي صور؟ في غيره؟ اذا في غيره احكي مشان نعرف نتصرف نلاقي حل. يعني هو كان في هيك شيء؟ كان في هيك شيء؟ شرفي على هالمصيبه ولا ما نهمك؟ شو مو هاممني؟ بابا وماما ولي اخواتي. اصبح بدك تامني له نص مليون وتبعتي له اياهم. مستحيل. شو مستحيل؟ مستحيل انه نورس يعمل هيك. لسه بتقلي نورس ولا مو نورس بيعمل ولا ما بيعمل؟ لك انت بمشكله، انت بمصيبه، ركزي معي مشان نلاقي حل. ما بعرف، ما بعرف شو ساوي. نورس ما بيعمل هيك، ما بيعملها.